السؤال الأبرز الآن، ماذا بعد الهدنة؟ ده كان السؤال الأهم في أغلب الصحف البريطانية خلال الأيام الأخيرة، وكثير من المقالات حاولت أنها تحلل الموقف وتضع سيناريوهات مستقبلية بتدور أغلبها حول حتمية وقف القصف وأهمية دور المصري اللي يجب أن يستمر لإنهاء الأزمة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ محمد علي حسن، الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير أستاذة جمانة، صباح الخير أستاذ محمد. يا أهلا بيك. هنبدأ قراءتنا في الصحف. بالجارديان رصدت المشهد الحالي من استمرار إطلاق سراح مجموعة من المحتجزين وسط جهود مصرية مكثفة لتمديد الهدنة في غزة. عايزين نعرف من حضرتك أكتر عن سبب التوتر الأمريكي الإسرائيلي، وإن كان توتر ظاهري نفهم أكتر هذا الموضوع، وجهود مصر الأخيرة في إطلاق سراح عدد من المحتجزين. يعني الشق الأول وهو التوتر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي يتمثل في جانبين. الجانب الأول على السياسي، يعني ظهر بالأمس الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أثناء حديثه مع في المؤتمر الصحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أنه وقت خلال المؤتمر يعني ما حدث في 7 أكتوبر الماضي لابد أن يتكرر، بالإضافة إلى أنه أثنى على الهدنة التي أو اتفاق الهدنة التي تم التوصل إليه خلال الفترة السابقة، وأعلن عن زيارته التي تمت بالفعل إلى إسرائيل والضفة الغربية. بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه ضغوط كبيرة للغاية من الداخل الأمريكي ومن الكونغرس، هناك أعضاء في الكونغرس يعارضون الدعم العسكري الأمريكي الاحتلال الإسرائيلي. رأينا وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون يعني أعلنت بشكل أو بآخر أن كم المساعدات الهائلة للاحتلال الإسرائيلي تكلف أو تكبد الخزانة الأمريكية الكثير من الأموال. هذا الشق يعني السياسي. ونستكمل الشق الدبلوماسي ايضا، راينا مندوبه الولايات المتحده الامريكيه في جلسه مجلس الامن بالامس وهي تتحدث صراحه ان الولايات المتحده الامريكيه تعارض جميع الخطط الاسرائيليه للاستيطان وبناء المستوطنات في الضفه الغربيه، وهذا ما يمكن ان يجعل هناك قطاع غزه جديد. ايضا للجهود المصريه في عمليه تبادل الرهائن والهدنه، الدور المصري والموقف المصري هو الموقف الاكثر شرفا والاكثر وضوحا منذ بدايه الازمه. منذ يوم 7 اكتوبر مصر لم تستغل اي هذه الازمه انسانيا او كما استغلتها دول اخرى، ولكن الهدف. طيب استاذ محمد اعذرني المقاطعه، يعني ان الوقت ضيق بعد الشيء، خليني اروح مع حضرتك لمقال اخر مهم تحته عنوان اسرائيل ستضع نفسها في الزاويه اكثر اذا لم تضع خطه لانهاء هذه الحرب. رؤيه كاتب المقال ايه يا فندم؟ يعني رؤية كاتب المقال يرى أن الاحتلال الإسرائيلي على مدار جميع الحكومات السابقة وتحديدا حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو اعتمدت على تبني نظرية إدارة الصراع وليس التوصل لحل الصراع. وأضاف في أن من مهم جدا للغاية أن يكون هناك حل جذري للصراع بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني يتمثل في حل الدولتين. هذه نقطة. النقطة الثانية والأهم أن من الممكن أن بهذه الإدارة للصراع التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية أن تندلع انتفاضة ثالثة، وهذا سيكون يعني لديه صعبة للغاية على الجانب الإسرائيلي. إضافة إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع وصلت الصورة. وتعليق حضرتك على هذا المقال. نروح للإندبندنت سريعا تحت عنوان شركة هندية بتوقف إنتاج زي الشرطة الإسرائيلية بسبب
كارثة غزة، ده اللي سميته بالفعل في الصحيفة. هل وطبعا رصدت قيام صاحب عمل في بلدة ساحلية صغيرة جدا في جنوب الهند باتخاذ موقف أخلاقي الحقيقة لوقف التعامل مع إسرائيل بشأن فلسطين، إزاي حضرتك شايف ردود الفعل العالمية سواء كانت الرسمية أو الشعبية عما تفعله إسرائيل الآن؟ يعني هو يعني ناخذ من هذا المقال فقره يعني هامه للغايه. المصنع ليس بالمصنع الضخم، ولكن كان يرسل الى الشرطه الاسرائيليه 100,000 قطعه زي شرطي كل عام، ولك ان تتخيل ان كم الخسائر التي سوف يتكبدها هذا المصنع بهذا الموقف. دعنا نقول ان شعبيا العالم يعني متعاطف بشكل كبير للغايه مع قطاع غزه الفلسطيني والفلسطينيين بوجه عام، بعدما ظهرت الممارسات الوحشيه والهمجيه ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزه او في الضفه الغربيه او في القدس. بالنسبه للحكومات راينا دول تغير مواقفها خلال الايام الماضيه او خلال الخمسين يوم الماضيه لما نشر من فظائع ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتحديدا كانت هذه نقطة التحول التي تمثل في قصف مستشفى المعمداني. نشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ محمد علي حسن الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية، نشكرك يا فندم على هذه القراءة.